أعلن الحرس الجمهوري عن فتح باب التطوع في صفوف ما يسمى بدرع الساحل بعد التقدم الكبير للثوار في مدينة إدلب وريفها وسهل الغاب بريف حما. هزيمة تلو أخرى وقتلاهم بالمئات، راهنوا على الأسد ونظامه ووقفوا ضد ثورة الحرية، فكان مصيرهم إلى ما هو عليه الآن. نقص كبير في صفوف شباب الطائفة العلوية واستجداؤهم بمن تبقى منهم على قيد الحياة بالتطوع والانتساب لصفوف ميليشيا الدفاع الوطني أو الميليشيات الجديدة التي دعوا لتشكيلها في مناطقهم في محاولة للحفاظ عليها ووقف التقدم الكبير للثوار، خصوصا بعد الانتصارات في إدلب وريفها ووصول الثوار لمشارف الخزان البشري الأكبر لنظام الأسد في الساحل السوري. آخر فصول استجداء الشباب للتطوع كانت عبر إعلان الحرس الجمهوري عن تشكيل لواء درع الساحل في محافظة اللاذقية. وما يميز هذه الميليشيا عن غيرها من الميليشيات الرواتب المغرية التي تصل لأربعين ألف ليرة شهريا، كما أن من يريد الدخول إليها له كامل الحرية بين التطوع لمدة عامين أو بشكل دائم، إضافة لتسوية أوضاع كل من يريد الانضمام لها من حيث الخدمة العسكرية أو إن كان مطلوبا أمنيا. أما في مدينة حمص فقد وجهت عدة مواقع إعلامية موالية دعوة للشباب العلوي للتطوع في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني وتشكيل ما يسمى بالحشد الشعبي على غرار ميليشيا الحشد الشعبي الشيعي في العراق، وذلك في محاولة لرفع معنويات سكان هذه الأحياء خصوصا بعد التقدم الكبير لتنظيم الدولة في الريف الشرقي. القرى العلوية في ريف حماء الغربي كانت على موعد جديد لرفض سياسة النظام، حيث أفاد مركز حماء الإخباري عن رفض عشرات العناصر والضباط من بلدات وقرى الريف الغربي خاصة من قرى نهر البارد والعبر والخندق من الالتحاق بوحداتهم وثكناتهم العسكرية، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال المعارك مع الثوار ومع تنظيم الدولة على عدة جبهات خلال الأيام الماضية. تطورات مماثلة شهدتها معظم القرى والبلدات العلوية في سوريا ولو كانت على أوقات متفاوتة، وكل ذلك يشير إلى حالة التململ الكبيرة التي وصل إليها المؤيدون من نظام وقفوا إلى جانبه ورمى بهم إلى الهاوية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عماد نجار كاتب ومخرج من باريس، وأيضا بنان الحسن الناشطة الإعلامية من اللاذقية، والعميد أحمد رحال خبير عسكري واستراتيجي من اسطنبول، ومحمد الحميد مراسل شبكة سوريا مباشر من حمص. أهلا فيكم جميع الضيوف معنا بحلقة اليوم من هنا سوريا. ببدأ معك مباشرة بنان الحسن، أنت كاتبة مادة بخصوص درع الساحل وعندك تفاصيل أكيد كتير كثيرة وغنية بخصوص هذا الموضوع، بداية شو ممكن تخبرينا بخصوص درع الساحل؟ نعم سيدتي، طبعا الحرس الجمهوري يعني كأنه يستعيد أجزائه الممزقة في مناطق سورية، فالنظام ما عمد إلى توزيع هذا الإعلان في المناطق العلوية خاصة، يعني نشر هذا الإعلان يعني خاصة في وضع له مركزين في مدينة اللاذقية ومدينة القداحة بالذات، يعني العنصرية الطائفية تتضح بشكل كبير جدا خلال هذا الإعلان الذي يدعون فيه الشباب العلويين خاصة للالتحاق بهذا اللواء كي يكون درعا حاميا لمنطقة الساحل التي يرون أنها أرضهم وتخصهم هم وحدهم فقط. هذا يعني هذا اللواء ليس يعني هو مجرد، أنا أرى أنه واجهة مجرد فقط يرى يعني يريد أن النظام يعني يخترعها أمام أبناء طائفته كي يقوم يعني بتهدئتهم، بينما في الحقيقة النظام يفعل أكثر من ذلك للإمساك بالساحل أو المنطقة الساحل كي تكون تحت قبضته. يعني أمس تقريبا أو قبل أمس وصل أكثر من 1500 إيراني على فكرة من المتدربين من الحرس الخاص إلى منطقة الساحل إلى منطقة سلنفة. هذا يعني جاء هذا الوصول بالتزامن مع زيارة قاسم سليماني لمناطق الريف وتفقده الجبهات التي يسيطر عليها النظام في تلك المناطق ويشرف طيب على الخنادق التي يقوم بها النظام. يعني هدول الإيرانيين اللي وصلوا هلأ يعني شو مهمتهم؟ هل مهمتهم تدريب هؤلاء اللي يطلب منه النظام الآن أنه ينضموا لقوات درع الساحل مثلاً؟
لا سيدتي، يعني من ضابط، من يعني أنا آتي بهذه المعلومات من أحد الضباط المنشقين حديثا الذين قدموا من مدينة اللاذقية وتركوها. يعني أخبرنا عن هذه المعلومات أن هؤلاء الإيرانيين تمركزوا، يريدون أن يتمركزوا عوض قوات الدفاع الوطني، عوض بقايا عناصر الجيش الموجودين في منطقة الساحل. فهؤلاء متدربون تدريبا قويا لضبط منطقة أو ضبط جبهة الساحل ضد أي تقدم من قبل جيش الفتح أو يعني جيش الحر بشكل عام. فهم توزعوا في هذه المناطق، يعني حتى أن قاسم سليماني كما أشرت يعني من منطقة الصقيل، من سهل الغاب إلى منطقة الصقيلبية عندنا في الساحل، تفقدها، تفقد الخنادق وأشرف على توزيع. يعني كانت زيارته متزامنة مع وصول هؤلاء لإشراف توزيعهم على جبهات الساحل عوض عناصر الدفاع الوطني وعوض بقايا عناصر الجيش في هذه المنطقة كي يستلموا مكانهم. يعني النظام يعني بدأ بالحشد العسكري القوي جدا. وأيضا من أريد أن أشير أن هناك بقايا أيضا أو هناك مجموعة أو دفعة كبيرة ستأتي من الأفغان والشيعة من باقي المناطق آسيا، سيأتون أيضا بعد أيام قليلة إلى مدينة اللاذقية وإلى مدينة دمشق. طبعا يعني لو كان قدوم هؤلاء الإيرانيين إلى بشكل اعتيادي إلى منطقة الساحل لكنا رأيناهم يعني ذهبوا إلى مثلا قاعدة طرطوس يعني كما هو معروف، أو في نفس مدينة اللاذقية، ولكن تم توزيعهم على جبهات. يعني هم أول ما وصلوا إلى مدينة سلونفة كي يتوزعوا على باقي جبهات اللاذقية، مما يشير فعلا إلى حشود عسكرية ضخمة يقوم بها النظام. وأنا أعتقد يعني أو يعني لست أنا يعني نرى يعني أو يرى خبراء عسكريون أن النظام يعمد إلى هجوم عكسي أو هجوم يعني مسبق على قبل أن يبدأ به أو أن تبدأ به قوات السورية أو الجيش الحر بشكل عام للسيطرة على باقي مناطق التركمان أو باقي مناطق جبل الأكراد وجبل التركمان كهجوم استباقي يعني نسميه. نعم، أشكرك بنان الحسن الناشطة الإعلامية، كانت معنا من اللاذقية. أنتقل مباشرة إلى ضيفي العميد أحمد رحال. سيد العميد، كما قالت بنان الحسن بأن النظام يبدأ بهجوم عكسي أو استراتيجي كما تحدثت، هل هذا فعلا ما يقوم به النظام الآن؟ مساء الخير، تحياتي. أهلا مساء المشاهدين الكرام. طبعا جيش الفتح ووصوله إلى جبهة الساحل بعد تحرير كافة محافظة إدلب، وصوله إلى الجبهة الشمالية في ريف حماة أوجد نوع من التخوف. التقارير التي تصلنا من الداخل السوري، من اللاذقية، من بنياس، من جبلة، من طرطوس، هناك حالة هلع، حالة خوف. الطائفة العلوية تقول للنظام بعد أن فشلتم بالحفاظ على سوريا حافظوا على الساحل على الأقل. لواء درع الساحل الذي يقوم ماهر الأسد وهو يشكل أو يمثل الحرس الجمهوري يذكرنا بتجربة رفعت الأسد مع حافظ الأسد عندما أنشأ اللواء الجبلي في الثمانينات. هذا اللواء الذي انعكس وبالا على الطائفة العلوية من تشبيح وقتل ودمار. الآن الفرقة الساحلية أيضا من دعا إليها دوريد الأسد منذ حوالي شهرين. الضجة الإعلامية التي تدور في الساحل، الخوف والهلع الذي يدور بين أبناء الساحل، مرده أن الطائفة العلوية فقدت ثقتها ببشار الأسد، فقدت ثقتها بكل الجيش الذي بناه حافظ الأسد ليدافع فقط عن النظام، يدافع عن الحكم. الآن جيش الفتح وصل إلى حدود الساحل، وصل إلى حدود جبهة حماة. لذلك تلك الدعوات وحفر الخنادق من كسب إلى القرداحة، وصول قاسم سليماني، بالطبع قاسم سليماني لم يأتي لوحده، معلوماتنا تقول من أن إيران قد دعمته ب15,000 مقاتل وهم سيصلون على دفعات. ما تحدثت به الأخت بنان هي الدفعة الأولى عبارة عن 1500 مقاتل تم وضعهم في جبهة الأكراد، في مقابل جبهة الأكراد ما بين الصنفة والحفة وقمة نبي يونس. لا يستطيع نظام الأسد الآن قيام بهجوم معاكس، لا يستطيع قيام بهجوم استباقي. قد يفكر بهذا الأمر إذا ما كان هناك استخدام بقية قوات، ولكن لا. بالمجمل دعنا نقول أن الساحل استطاع أن يوصله بشار الأسد إلى حالة من انهيار المعنويات،
إعلام النظام حاول جاهدا عبر بروباغندا إعلامية من تسويق الهروب على أنه انسحاب وإعادة تجميع قوات ومن أنه تحضير لأعمال معاكسة، وجدوا أن انسحاب أو إعادة تجميع في الطبقة منذ أكثر من عام لم يحصل في دير الزور، في تدمر، الآن في الساحل السوري وفي جزر الشغور. إذن هناك حالة بلبلة، حالة تشتت. بشار الأسد فقدوا كل ثقتهم به، وبالتالي هم يبحثون الآن عن وسائل دفاع، وسائل حماية ذاتية من أبناء القرى في القرداحة وجبلة وبانياس واللاذقية من أجل أن يحموا مناطقهم بعد أن فقدوا كل ثقة بجيش الأسد. نعم. طيب العميد أحمد، يعني هل نتوقع تجاوب من الشباب العلوي للانضمام بمثل هذه القوات؟ يعني نحن بنتذكر أنه بالفترة الأخيرة أبناء الطائفة العلوية وتحديدا الأبناء هؤلاء الذين ينتسبون للجيش السوري بدأوا بحالة من التململ لزج أبنائهم في صفوف القتال. يعني دعنا نكون واقعيين شوي، معظم أبناء المسؤولين تم تهريبهم للخارج. معظم أبناء التجار والمشايخ أصحاب السلطة في نظام الأسد إما تحت مهام خاصة أو تحت إفاد دراسة أو تحت حتى منهم للعلاج. يعني أنا أعرف ابن أحد ضباط المخابرات قام بإطلاق النار على رجل ابنه وأرسله للخارج بحجة العلاج من أجل عدم إرساله إلى جيش الأسد. لا أعتقد أن بشار الأسد قادر على أقناع الطائفة العلوية، يعني الذين يدعون الآن ويوجهون دعوات لواء درع الساحل. بالمناسبة هناك لواء أيضا آخر ينشأ في عرسال في لبنان من غير الشيعة مماثل للواء درع الساحل من أجل استقطاب بعض اللبنانيين لهذا الأمر. لا أعتقد أن الشباب الساحلي وصل هذه القناعة. أيضا نقطة أخرى، لم يعد هناك شباب بالساحل، يعني الجميع أصبح يعرف أن الطائفة العلوية أصبحت طائفة بلا رجال ولا شباب من عمر 20 حتى عمر 40 سنة قد فقدوا من الشارع. يعني معظم القرى الساحلية تجدين بها الأطفال والنساء والفتيات والرجال، حاول تجنيد الفتيات فشل الأمر. لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك تجاوب، خصوصا مع فقدان الثقة من قبل مجمل الطائفة العلوية لنظام بشار الأسد. وبالتالي وجدنا الدعوات في حماة، وجدنا الدعوات في لاذقية من عليكم الانكفاء والعودة. الكثير الآن من الشباب العلوي المجند داخل جيش الأسد شكل حالة فرار وعاد إلى الداخل. ولا أخفي سرا، الكثير ممن يتواصلون معنا الآن من جبهة حلب، من جبهة حماة، يطلبون الانشقاق والخروج إلى تركيا، ولكن يخشون على عائلاتهم حتى من أبناء الطائفة العلوية. إذا نحن وصلنا إلى مرحلة أعتقد أن بشار الأسد فقد كل مصداقية، ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي تجاوب لتلك الدعوة. نعم. طيب خليني أفهم صورة الوضع أكثر. محمد الحميد مراسل شبكة سوريا مباشر من حمص. محمد، مو بس درع الساحل، في ميليشيا الرضا وفهود حمص بحمص، بدنا إياك تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه القوات ومدى تجاوب الشبان العلويين اتجاه هذه الدعوة. تحية لك ولضيوفك الكرام، ولكن اسمحي لي قبل أن أذكر لواء الرضا وأذكر غيره وأذكر صخور الصحراء، هي الشبيه الأكبر لدرع الساحل في حمص. درع الساحل في الساحل شبيه الأكبر له في حمص هو صقور الصحراء. صقور الصحراء هي ميليشيات أسسها نظام لحماية موارده النفطية والغازية في شاعر، في جزل، في جحار، في الفرقلوس، في أيضا مناجم الفوسفات، في خنيفيس والصوانة. هذه الصقور، هذه الميليشيات كما نسميها بقيادة أيمن جابر، كانت تستقطب ليس فقط الطائفة العلوية للأسف، ولكن باقي الطوائف وأيضا باقي مكونات الشعب السوري. مثلا هناك كانت سرية كاملة اسمها سرية شعيطات من الذين قادروا مدينة دير الزور وكانوا يحمون حقل شاعر. هناك أيضا من الطائفة الشيعية ضمن صقور الصحراء أيضا كان لهم هناك سرية، ولكن بشكل عام كانت السواد الأعظم من صقور الصحراء والقيادة كلها هي قيادة للطائفة العلوية، ومن خلالها قام النظام بتجنيد الكثير من عناصر هذه الطائفة وشبابها من الذين هم عاطلون عن العمل، كانوا بسبب أحداث الثورة وما أدت إليه كان هناك الكثير لاحظ النظام عاطلين عن العمل، فقام بإغرائهم برواتب عالية. بعض الرواتب تصل إلى 40 ومنها وصل إلى 70,000 عندما كانوا يقفون على الجبهات حسب المهمة التي توكل لهم يكون راتبهم. أيضا هناك شكلت بعدها لواء الرضا وهو لواء
شيعي تابع لميليشيات حزب الله اللبناني حالش، يتمركز في مدينه حمص في قريه المزرعه الزرزوريه في حول حي الوار، يتمركز في حاجز ملوك، يتمركز في عده نقاط اخرى. لواء الرضا هذا ايضا انشئ بنفس العقليه ولكن مخصص للطائفه الشيعيه بالتحديد، وجميع عناصره من الطائفه الشيعيه التي لها نعم. عده قرى داخل محافظه حمص، وهناك حي العباسيه المعروف من ايضا تابع لهذه نعم. الميليشيات. محمد الحميد مراسل شبكه سوريا مباشر من حمص، اشكرك جزيل الشكر. شنت مواقع موالية للنظام حملة هي الأعنف على قنوات ووسائل إعلام النظام عقب الخسائر الأخيرة التي تعرضت لها قواته في محافظة إدلب وصولا لتدمر. وتوسلت تلك المواقع قنوات النظام بعدم الذهاب إلى قرى وبلدات الساحل خشية سقوطها بيد الثوار بحسب وصفها، خاصة أن إعلام النظام دائب على طمأنة مؤيديه قبل سقوط أي مدينة أو قرية بتصوير تلفزيوني من داخلها. هنا امرأة لا تزال على قيد الحياة، سوف نتكلم معها ونسمع وتسمعون ماذا حدث معها. ما بعرف رايحة بدي أروح على الشام. كان هذا قبل 3 سنوات تقريبا، جريمة أخلاقية لإعلام النظام لا تقل بشاعة عن مجزرة كانت قواته ما زالت تنهي آخر مشاهدها بحصيلة تجاوزت 300 شهيد في مدينة داريا. مين هاي اللي حدك؟ أراد مؤيدو النظام تصديق رواية إعلامهم على بشاعتها، متجاهلين ما يجري بحق الشعب السوري. أهالي حي الميدان يشكرون ربهم على الأمطار الشديدة التي هطلت. واصلت وسائل إعلام النظام استخفافها بعقول مؤيديها، فتنا بطريق فرعي، وقبل المؤيدون بالعرض والاستخفاف من طريق ضرعي. هو كاذب ضرعي؟ طيب مو كاذب فرعي. قال السوريون حينها كلمتهم، إلا أن إعلام النظام ومؤيديه اشتركوا سوية وأحكموا تمثيليتهم وصدقوها. فجأة انقلب السحر على الساحر وبات إعلامهم محط نقمة. وين الإعلام؟ ما شفنا إعلام ولا شفنا حدا سأل عننا ولا شيء. وين كان الإعلام لحد الآن؟ حتى أن بعض مواقع النظام ذهبت إلى التطير والتشاؤم بإعلام النظام وتغطياته، ليصل الأمر إلى التوسل بعدم دخول تلفزيون النظام قرى وبلدات الساحل. فجأنا الإعلام نهائيا ولا أي. هذا الانقلاب والتشهير بكذب إعلام النظام كانت بدايته في إدلب والحديث عن معالجة الموضوع. تم معالجة الموضوع، هذه القنوات تبث شائعات مغرضة. لم تمضي ساعات على هذا التصريح حتى كانت إدلب بكاملها بيد الثوار. بعد أيام على تحرير إدلب تأتي جسر الشغور كصفعة لمؤيدي النظام على الهواء مباشرة، فالمشهد نادر الحدوث والصور لمئات عناصر النظام الفارين بين الحقول والبساتين وعلى رأسهم ما بات سخرية ضباطهم أي النمر الوردي. إلى أولئك الأبطال المحاصرين في مشفى جسر الشغور. حاول بشار التدخل شخصيا واعدا بنصر عظيم في مشفى جسر الشغور. بعد خروج أبطال الحمية من هناك انتصر النظام واحتفلت قنواته بوصول 14 عنصرا ما بين جريح ومعاق، فيما كانت عدسات وقناصات الثوار تتصيد 300 عنصر آخرين أثناء فرارهم من مشفى جسر الشغور. ونحن نقبل بوط الجندي العربي. تدخل بعض شبيحة النظام من ممثلين ومحللين وزاروا المصطومة وأريحة، وكانت الطامة الكبرى في سقوط جماعي لثكنات النظام وصولا لأورم الجوز ومعترم، ليجد أخيرا توسل مؤيدي النظام لقنواته ومراسليه في عدم التوجه إلى قرى الساحل ما قد يبرره. بالتعليق ينضم إلينا عماد نجار الكاتب والمخرج من باريس، أهلا بك السيد عماد. إذن مؤيدو النظام اعترفوا أخيرا بكذب وسائل إعلام النظام بعد مرور أكثر من 4 سنوات من عمر الثورة السورية، بدنا تعليقك لو سمحت على هالموضوع. أول شيء مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، ووجه تحية لأهلنا بالريف الشمالي اللي عم تعرضوا في هاي الساعات لحملة شرسة من التنظيم المجرم داعش وبتغطية من نيران الطيران الأسدي. حول هذا الموضوع أنسة ميرا، الموضوع ما نو جديد أساسا.
المؤيدين من أول لحظة بيعرفوا أنه الإعلام السوري كاذب. الإعلام السوري على مستوى برامج الأطفال اللي كان بيقول أنه هي على الهواء كانت مسجلة ونحن كنا عاملين بالتلفزيون السوري وعنا أكثر من 200 شخص كان بالتلفزيون السوري منشق بيعرف هاي الحوادث اللي هي مشهورة أساساً واللي ببعض الأحيان كانت تكون سخيفة ومضحكة عاد ما هي فيها استخفاف بعقل المشاهد. هذا قبل الثورة، فلا أبالك أثناء الثورة. رح بلش إذا بتسمحي لي من غنية عسكوري عسكوري. الغريب بالغنية أنه العسكوري عنده دقن ودقن شبيحة حسب معلوماتنا، أنه العنصر بالجيش العربي السوري لازم يحلق ذقنه بشكل يومي. حابب أنا شوي بس أدخل بالمستوى الثاني، لأنه مثل ما تفضل الضيوف الأكارم قبل حكوا على مستوى التعبئة وعلى مستوى الحشد وعلى مستوى الإعلام. أنا اللي بدي أقوله أنه درع الساحل باعتقادي الشخصي هو مو الغاية منه الآن الحرب، الغاية منه فقط تطمين أبناء الطائفة العلوية أنه لن يتخلى عنهم بشار الأسد، لأنه هو مضطر على الإعلام يقول أنه هو جيشه لكل الوطن، وبالتالي تحديدا الشريحة اللي واقفة هلأ على الحياد إذا بدنا نسميها وهي كتير قليلة من الطائفة العلوية هي دائما صراعة مع المتحزبين والمتطرفين من العلويين عم يدافعوا عن بشار الأسد. وسائل هو رح إعلام النظام وكشف كذبة، يعني نحن بنركز على هاي النقطة أكثر من تركيزنا على قوات الساحل معك، ونستغل خبرتك بهذا الموضوع. يعني أنه مؤيدو النظام اعترفوا بكذب قنواتهم وأخيرا بعد مرور كل هالوقت من عمر الثورة السورية، فكيف أنت ممكن تعلق على هالموضوع؟ اللي رح علق عليه باختصار حول هذا الموضوع انه هن المؤيدين اساسا اعتراف بتكذيب وسائل الاعلام لا يلغي ولا ينفي اصطفاف لاخر لحظه على ما يبدو وراء بشار الاسد وراء العصابه المجرمه اللي حوله، لانه الاعلام بالاخير قد ما كان ضمن النظام الدكتاتوري هو بالاخير ليس الغايه منه الفعليه هو توجيه الرسائل الإعلامية، وإذا بدك تجييش هذا اللي المواطن اللي ما عرفان شو عم بيصير. المواطن عرفان شو عم بيصير بكل سوريا من أول لحظة، وإلا بماذا تبررين انشقاق المئات من الآلاف من أبناء سوريا عن هذا النظام من أول لحظة؟ الأمور واضحة. هذا الاعتراف إذا بدك الآن هو يأتي في سياق ال خليني سميها الراديكالية المبالغ فيها من قبل هدول مستعدين يجرموا حتى الإعلام، بس ما مستعدين يتخلوا عن هذا النظام للأسف. أنا اللي بدي أقوله لأخوتنا بالطائفة العلوية، أنتوا جزء من هذا الوطن، ما حدا عنده رغبة يقتطعوا، وأساسا سوريا بس فقدت أحد مكوناتها بيختل التوازن بالشكل العام. يكفي اصطفاف خلف هذا النظام، انكشف كذبه من حادثة المطار لحادثة البنت اللي على أساس اغتصب الجيش الحر اللي طلع إعلام مشوه، وكنتوا كلكم بتعرفوا إنه هذا الإعلام كاذب. بتاني يوم طلع الفيديو تبع البنت اللي قالت إنه اغتصبوها الجيش الحر اللي هلأ قبل شوي وردت الصورة بالتقرير، بتاني يوم طلع على كل مواقع الإنترنت الفيديو الأساسي، وهذا كان تسريب من أحد الناس اللي سجلوا لأنه هو بالأخير يبدو كان ضمنيا ضد النظام. كل الموالين اللي منعرفهم نحن كنا حريصين أنه نوصل لهم القصة. للأسف آن سميرة الإعلام دائما عم بيكون هو مجرد للتغطية وهو للخارج ليس للداخل. الداخل مصطف خلف النظام، مصطف وراء مصالحه، مصطف وراء المكاسب وراء الأموال، وفي عنده قناعة كلية أنه بآخر لحظة، وبيأسفني هذا الكلام، عندهم قناعة كلية تحديدا أخوتنا العلويين، ويعني آسف أنه أقول المجرمين من أبناء هذه الطائفة عندهم قناعة كلية أنه بلحظة معينة رح ينسحبوا ويعملوا دويلتهم. وهذا المقتل اللي معنا عبد الكاتب نخلص والمخرج من باريس، وبشكر العميد أحمد رحال خبير العسكري واستراتيجي من اسطنبول، وبشكر أيضا عماد نجار ضيفنا من باريس على تواجدكم معنا بالملف الأول من هنا سوريا. منروح لفاصل ومنرجع، أبقوا معنا.